ما قصروا. يوم الخميس الماضي أبو علي يعني انطلق التصفيات النهائية للبرنامج الأضخم والأكبر بصراحة في نوعي في المسابقات والتنافس في كتاب الله عز وجل، برنامج سنابل المدينة. فبعد مجهودات جبارة تكاتفت من قبل جميع القطاعات العاملة في شبكة المجد بثت حلقتين من البرنامج ولاقت صدى واستحسان الجمهور من برنامج سنابل المدينة. كاميرا بيت المجد كانت حاضرة في يوم انطلاقة التصفيات والتقطت بعض الصور واللقاءات مع منظم البرنامج ومقدمه وبعض الطلاب المشاركين ومعلميهم. دعونا نرى هذا المقطع ثم نعود إليكم. كلنا حماس وكلنا شوق لبداية هالبرنامج، إن شاء الله بحول الله تعالى نشوف حاجة تسر الناظرين. شباب ما شاء الله تبارك الله العمل يعني على قدم وساق إن نوصل لوقت الانطلاق وإحنا جاهزين بإذن الله تعالى بجاهزية تامة. وما شاء الله تبارك الله إدارة القطاع كلها سخرت جهودها لانطلاق هالبرنامج بالانطلاق اللي تليق فيه وتليق بمكانة القرآن وأهل القرآن. مشاركات الطلاب كانت رائعة، جلسنا معهم قبل المشاركة وسمعنا قراءاتهم، لكن لما خرجوا كانت مشاركات جميلة. بعض المشاركات ما تصورناها تكون بهذا الشكل، لكن إن شاء الله المرات الجاية بتكون مشاركات أيضا أحسن وأفضل بإذن الله. شعوري كان تجربة جيدة، القادم أفضل إن شاء الله. صراحة انطلاقة البرنامج كانت جدا رائعة وكان الديكور رائع صراحة، يعني ما تصورته أنه يكون بهذا الشكل. جزاهم الله خير فريق الإعداد أبلوا بلاء حسنا، يعني صراحة جميل جميل، وبإذن الله يعني يكون أمام الناس وأمام الشاشات بأحسن صورة. جزاكم الله خير. النجاح نجاح فريق كامل، ليس نجاح شخص بعينه، الفريق كله تعب واشتغل، اللهم لك الحمد. خرجنا بالمنتج الجميل كما رأيتموه على الشاشة، اللهم لك الحمد حتى ترى، لأن احنا كلنا في خدمة كتاب الله عز وجل. الله يسعدك. والله احنا نبارك لشبكتنا شبكة المجد الفضائية صراحة انطلاق البرنامج اللي كان يعني في وقت جدا ضيق وقليل وبجهد جدا كبير وبعمل دؤوب من فريق صراحة متفاني من أول يوم تم اعتماد الفكرة فيه إلى الآن، إلى خروج أول حلقة ما شاء الله تبارك الله. يوم عن يوم شوف الرسائل والله ما قاعد تتوقف، ما شاء الله تبارك الله من الشكر والثناء. أنا بالنسبة لي عبد الله أنا آخر نقطة في الصبر، بعد ما يغلق الفريق ويسوي ويتعب ويكتب وعالم تشتغل لنا أجي أنا وأقدم الحلقة. جهدي لا يذكر جدا أمام جهد هؤلاء الشباب اللي اشتغلوا في الفريق منذ تأسيس البرنامج. كل واحد في هالفريق في البرنامج من كبيرهم ولا صغيرهم ولا فيهم صغير والله يستاهل قبل على الرأس. الحمد لله احنا على ديدنا يعني في شبكة المجد في خدمة كتاب الله عز وجل منذ تأسيسها. هذا البرنامج يكفي شرف انه يخدم القرآن العظيم واهل القرآن الذين هم اهل الله وخاصة. ما شاء الله تبارك الله، بصراحة ردود الأفعال اللي في الهاشتاج بالنسبة للبرنامج سنابل المدينة تشكر في هذا البرنامج المميز بصراحة اللي شفنا فيه تنافس قرآني إبداعي بصراحة، لا من إخراج لا من تقديم لا من طلاب مشاركين لا من جمعية، ما شاء الله تبارك الله اجتمعت كلها في هذه